أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. باسمك اللهم نبدأ وبك نستعين، ونصلي ونسلم على النبي الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، إن خير ما نبدأ به كل خطاب وندفع به كل عذاب ونستشهد به كل ثواب هو حمد الله العزيز الوهاب، الذي خلق الإنسان من علق ثم مضغة فانتظم واتسم ثم صيره طفلا فتنفس ورفض، فتبارك الله أحسن من خلق وأكرم من رزق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيا عبدا كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، فنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي. إن لم يلبس المرء لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فيا من غرتك الدنيا وغرك طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. إخوة الإيمان والإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله، ونلتقي وإياكم على مأدبة الرحمن في أرضه مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم، مع حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، مع القرآن الكريم تلاوة قرآنية عطرة من آيات الله البينات يتلوها على مسامح حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببلدة بعنباي مركز الزقازيق بمحافظة شرقية قضيه القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، وليتفضل مشكورا منا مأجورا من المولى عز وجل. وَوَرِثَ السُّلَالَةَ
صحيح. وقال يا أيها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. عليك يا ابو علي، عليك يا حبيبي. حتى اذا اتوا على واد النمل Thank you.
حتى إذا أتوا على لا فتبسم ضاحكا من قولها تبسم فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال وادخلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن
صالحا ترضى. يا حبيبي حبيب الله أكبر. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تقطع وجئتك وجئتك من سبأ تملكهم وأوتيه من كل شيء وعلى عرش عظيم إني تملكهم وأوتي
نعم بسم الله ما شاء الله. إني وجدت امرأة ولا عرش عظيم لا يسجد لله
Thank you.
كتاب كريم. كتاب كتاب كريم. ألقي إلي كتاب كريم من سليمان. كتاب عليك يا ابو علي.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن لله أبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لدة واتخذوا صالح الأعمال منها سكنا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببلدة بهنباي مركز الزقازيق محافظات الشرقية قضية القارئ الشيخ محمود علي حسن. يا ربي أنت الواحد القهار أنت المهيمن الباسط الغفار هذا هو القرآن قد أنزلته نورا تغيب لأجله الأقمار. يا ربي أنت الكريم وأنت مالك أمرنا فاستر غيوب الخلق يا ستار. وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواء.